السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة الشابة لينا الهاني شقيقة الفنانة سارة الهاني بعد تعرضها لحادث سير مروع في الكويت. هنعرف مع بعض كل التفاصيل، بس فضلا من حضراتكم ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. كانت لينا نشطة ومؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي وتهتم بأعمال شقيقتها النجمة اللبنانية وتدير متجرها وهي أم لفتاتين. في حين لم يتم معرفة تفاصيل أكثر عن الحادث، فإن لينا توفيت على الفور بعد تعرضها لحادث سير في سيارتها أمس. ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة. ادعوا لها طبعا يا جماعة بالرحمة والمغفرة. الشابة لينا الهاني شقيقة الفنانة سارة الهاني تعرضت لحادث سير مروع في الكويت، وعلى أثره انتقلت إلى رحمة الله تعالى. ربنا يرحمها، اللهم بدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وارزقها الفردوس الاعلى. امين امين يا رب العالمين. وكانت اخر ما نشرته لينا ستوري في السهره التي كانت فيها امس، وصوره على حسابها. ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه، اللهم امين.